احنا وطن واحد ونسيج واحد، مسلمين ومسيحيين، وعمر ما الفتن دي هتأثر فينا. هي مش فتنة طائفية، هي فتن، سواء بقى اجندات خارجية داخلية، مش قضيتنا. قضيتنا ان احنا شعب واحد وهنفضل شعب واحد. جميل يا سارة، واحنا اكدنا على ده في مقدمة حلقتنا. خلينا مشاهدينا نروح مع حضراتكم دلوقتي لحلم مصري روضنا كثيرا، موجود اول سيارة مصرية 100%. هنا الحلم تجاوز مجرد وجود سيارة مصرية، لكن احنا بنتكلم في مرحلة تانية، وجود سيارة سباق مصرية. طبعا سيارات السباق دي سيارات بيبقى ليها طبيعة ومواصفات خاصة جدا. الحقيقة شباب وطلاب جامعة حلوان قسم السيارات شاركوا في مسابقة تحت عنوان فورمولا ستودنت لصناعة سيارات سباقات مصرية 100%. هذه المسابقة تعتبر مسابقة عالمية بتحظى بصدى كبير، لأن بتشارك فيها الجامعات الكبرى حول العالم في محاولة تقديم أفضل ما لديها من خبرات في تصميم وبناء السيارات ذات المواصفات الخاصة، تحديدا سيارات السباق. طبعا تفاصيل أكثر هنبقى حابين نعرف السيارة دي تم تصميمها كام في مصر، هل تم تصنيع أجزاء منها وأجزاء تانية تم استيرادها من الخارج، هل هي بس متجمعة؟ يعني الحقيقة الموضوع يهمنا جدا، عشان كده يكون موجود معانا النهاردة مخترع اول سياره سباق مصريه معتز مصطفى واحمد محمد احمد، عشان يقول لنا تفاصيل هذا الانجاز المصري غير المسبوق. اهلا بكم معانا معتز واحمد، منورنا وشرفنا ويسعد صباحكم. يسعد صباحكم. وعايزه ابتدي معاك يا معتز واقول بقى ازاي جات لكم الفكره. يعني احنا سامعين كتير كلنا نفسنا يبقى فيه عربيه مصريه، لكن عربيه مصريه عربيه سباق مع وجود كتير طبعا من الشباب مصر بيحبوا جدا يتابعوا الفورميلا ويحبوا يتابعوا سباقات السيارات، جات لكم الفكره ازاي؟ هي الفكره ابتدت ان كان في اللجنه المنظمه اللي هي الاي ام كي، ده معهد في بريطانيا زي منظمه كده، فهو ليه تشابتر هنا في مصر. فكان ليه في واحد زميلنا كان عضو يعني في التشابتر ده عندنا في الجامعه وكده، فكان هو عارف طبعا عن الفكره، في ناس كانت برضو عارفه وسمعه وكده، فتحمسنا وجي وقال لنا وكلنا اتحمسنا وابتدينا نصعد الموضوع، ورحنا المعيد ورحنا للدكتور وليد عبد الهادي، بس وبعد كده ابتدينا نكون التيم وربنا كرم. ولقيته تشجيع بقى ولا اللي هو عربيه سيارات ايه خلينا في اللي احنا فيه والكلام ده؟ اكيد فيه وفيه، يعني فيه وفيه في جوانب كده وفي جوانب كده. بس انا عاوز اقول لكم ان موضوع انك تصنع سياره سباق مصريه ده موضوع محتاج تكلفه عاليه جدا، تتكلف في موتور السي بتاعه عالي، وممكن يكون محتاج ان هو يبقى تيربو، ومحتاج عدد احصنه معينه، يعني وانك تجمع شاسيه او ان انت تبدا تبني شاسيه، موضوع محتاج تكلفه. فاحنا عايزين نتكلم الدعم المادي لهذا المشروع، مين اللي تبناه؟ مين اللي كان واقف جنبكم فيه عشان يطلع للنور؟ النهارده السياره دي ايه تفاصيلها؟ خلينا نعرف ده منك برضه. هو في البدايه خالص بعد ما صعدنا موضوع للكليه عندنا ووافقت عليه على المشروع، بدانا ندور على سبونسرز الموضوع، رحنا اكتر من شركه عربيات، في شركه منهم وافقت من اكبر شركات الموجوده في مصر. تمام. رحنا خدنا منهم الدعم المادي، بداوا يدونا دعم مادي في الاول على مجموعه دفعات، الحاجات اللي كنا المفروض نجيبها من بره نشتريها من بره مصر، فعلا دفعنا ثمنها، وعلى ما وصلت لنا بدانا نصنع الاجزاء اللي المفروض نصنعها في مصر. جزء كبير جدا من العربيه احنا مصممينه في مصر، يعني حوالي 60% من العربيه تقريبا او 70% من العربيه. اتكلم على الديزاين او الهيكل الخارجي، التصميم والديزاين كله احنا اللي عاملينه، احنا عاملينه بنفسنا. احنا معانا دلوقتي على الهواء السياره اللي انتوا صممتوها اهيت. الصور دي كان لما كنا في سيلفرستون في بريطانيا. تمام. التصميم كام؟ انا عايزه بس اقول لك، انت بتقول شركه كبيره من الشركات اللي موجوده في مصر، اكيد هي مش هتجازف بفلوسها، يعني ايه الشروط اللي وضعتها علشان تقدر انها تمولكم، ولا ده كان عمل خيري ولا ايه بالظبط؟ هو ما كانش عمل خيري قوي، يعني هو الاول هم طبعا ما ادوناش فلوس على طول، هم طلبوا ان احنا نقعد مع الناس التكنيكال اللي عندهم في الشركه. طلبوا مننا ديزاين كامل، طلبوا مننا موافقات طبعا، عشان في موافقه اول من معهد بريطانيا الاي ام كي. ديزاين كامل زي بروتوتايب، يعني حاجه نتفرجوا عليها، بس على الورق يعني. كنا لسه ما صنعناش. طبعا كان في موافقه، احنا بعتنا الديزاين دوت لبريطانيا طبعا وافق عليه قبل ما ندخل الاول نشارك في المسابقه، هم طبعا خدوا الموافقه دي وتاكدوا ان احنا عاملين حاجه بجد. وبعد كده ادونا التمويل المادي. احمد، الناس المهتمه بمجال سيارات السباق وتصنيع السيارات هيبقوا انترستد جدا ان هم يعرفوا تفاصيل كامله على العربيه، يعني العربيه دي هتبقى كام سي، التسارع بتاعها من 1 لـ100 في قد ايه، الاجزاء اللي تم تصنيعها تم تصنيعها من ايه، هل تصنعتوا من الفايبر ولا من الكربون ولا من الالومنيوم، يعني تفاصيل كامله عن هذه السياره لكل المهتمين وبيتابعونا دلوقتي هيبقوا حابين ان هم يعرفوها. شو بقى مين حابب يتكلم اكتر؟ هو في البدايه طبعا هو لو احنا بنتكلم في سياره سباق في المطلق فهو طبعا بيبقى السيهات عاليه وكده، المسابقه بيبقى ليها شروط، فهو الانجن ما بيعديش 600 سي سي. تمام. بس طبعا على وزن العربيه فهو بيعمل اكسلير، يعني تسارع عالي، وزنها خفيف،
يعني بيبقى تسارع عالي من 0 ل 100 بيوصل في ثانيتين ونص تقريبا. تمام. بس هو بيبقى فيه بعض القيود بتحط على الموتور بحيث ان هو كل المسابقه طبعا كله هيشتري مواتير، فلازم برضو يبقى في الحته بتاعه الموتور دي يبقى فيه منافس، يعني في تنافس. فبيحط حته كده بتقلل من بتقلل من الباور بتاع الموتور، وفي نفس الوقت انا عشان اتلافى العيوب دي بضطر ان انا اعمل حاجات، فدي بننافس بعض فيها. في عشان معايير الامن والسلامه برضو، انت بتتكلم في شاسيه او في بازي بتاع العربيه خفيف، فالموتور قوي عليه، فلازم يبقى طبعا هو وورلد وايز الناس بتستخدم ماتيريالز، وفي مصر احنا بنستخدم ماتيريالز ثانيه طبعا. يعني هو التشاسيز المفروض بيتعمل الومنيوم، طبعا هو مش عندنا في مصر ولا بيتشكل في مصر. تمام. البادي المفروض بيبقى كربون فايبر، احنا عملناه فايبر عادي. طب انا اتكلمت صح؟ بالظبط. ما بعدتش يعني. بس الاجزاء اللي اتعملت في مصر كان التشاسيز طبعا بالكامل. في اجزاء في الفرامل، التعليق كله اتعمل في مصر، ما عدا طبعا السوسته والمساعد برضو بيجوا من بره عشان الكواليتي اعلى. عايزين على طول. بس انا عايز اقول حاجه، ان حتى لو العربيه بتتجمع، فالفكره ان انا عشان اجمع عربيه من السكراتش، يعني انا مثلا مش عندي حاجه من كتالوج ببتدي اجيبها، لا انا بوفق مكونات مع بعض، فكون ان انا اعرف اختار ده برضو في حد ذاته حاجه مش سهله. اكيد هي خطوه يعني ايجابيه جدا، احنا ما عندناش اي عربيه، فمجرد تجميعها او تشكيلها وتصميمها اكيد تجمعي اجزاء مع بعضها. انت عارف هم جايبين اجزاء، في حاجات جاهزه وحاجات هم عاملينها، ولكن التركيب ده مع ده بنسب معينه وايه يمشي مع ايه، ده هو دي الحدوته. يعني هو الموتور اصلا بتاع موتوسيكل. طيب انا مش عارفه ليه حاسه من كلامك ان في معوقات عشان السياره دي تخرج للنور. هو كان المشروع كله معوقات يعني. ايوه يعني احكي لي بقى. سارة لمسان. حسيت من يعني كلامك. احنا حسينا اصلا في المشروع ان يعني لو احنا عملنا انجاز هو مش هندسي على قد ما هو ازاي ان احنا قدرنا نطلع من مصر. يعني حتى كان حصل موقف اصلا في الجوازات في انجلترا، فالظابط بيسالنا انتوا يعني كتير مع بعض انتوا جايين تعملوا ايه، فبنقول له احنا مشروع مسابقه وكده. كنا 26 واحد. تمام. فهو حتى الظابط يعني قفل كده، ويعني انتوا ازاي جايين من مصر تعملوا عربيه يعني. احلاموا على قدكم. بالظبط يعني. الفكره طبعا كانت المعوقات نمره واحد في الفلوس، وهو الاستاذ فريق توبجي طبعا مشكورا، هو اللي قدر يحل لنا الموقف ده. وجت بعد كده تاني نقطه كانت التذاكر الطيران، ودي الفريق احمد شفيق مشكورا هو اللي حلها لنا بالاشتراك مع الباشمهندس حسين مسعود. كويس. طبعا الماديات يعني يمكن تكلفة العربية قد ايه تقريبا يا معتز؟ لو يعني العربية اللي كلفناها ولا لو عايزين نعمل عربية كويسة؟ لا اللي كلفناها قد ايه، ولو حبينا ان العربية دي كانت تبقى كويسة يبقى قد ايه عشان نعرف بس الدروب كان في كام يعني؟ لو احنا بنتكلم في العربية بتاعتنا كانت تقريبا تكلفتها 300,000. 300,000. لو هنعمل عربية كويسة فممكن مثلا نضرب الرقم ده في 2. ده علشان على فكرة ده عشان بيبقى أول عربية أنت تعمليها. بالظبط. لكن مجرد ما أنت دخلتي بقيتي خط إنتاج التكلفة بتنزل للنص مباشرة، إنك بتنتجي على سكيل أوسع. ولو كلامنا كان في معامل ورش فهنضرب الرقم ده في فاكتور كبير يعني. تمام. مشكلة عندنا كمان في ورش. طب أنا برضه عاوز أوضح للمشاهدين إن سيارة السباق حاجة، والسيارة العادية السيدان اللي ممكن الناس تركبها ده حاجة تانية خالص. أكيد. دي تكلفة ودي تكلفة، صح سارة؟ تمام. ده سي سي وده سي سي، وده موضوع وده موضوع. لو احنا وده سيفتي وده سيفتي تانية خالص، حدوته مختلف. لو احنا حابين يبقى عندنا سيارة مصرية 100%، ده يكلفنا قد ايه؟ وما صعوبة ان يكون هناك تصميم مصري خالص 100%؟ وايه اللاين اللي ممكن نمشي فيها عشان ما بقول لك، وايه اللاين اللي نمشي فيها عشان ده يتحقق؟ هو ممكن احمد هو بالنسبة لموضوع السيارة المصرية، هو ليه اكتر من شق. الشق الاولاني هو الشق الهندسي، وده الحمد لله موجود، وده عن تجربه مننا احنا شخصيا، مش بنتكلمش علينا احنا، بنتكلم على المستوى الاعلى كمان للستاف الدكاتره اللي عندنا الموجود في عين شمس. ستاف محترم جدا. جدا محترم جدا جدا، ويقدر يعمل الموضوع ده بسهوله جدا. ده الشق الاولاني اللي هو الشق الهندسي، فده خلاص منه موجود. الشق الثاني هو الشق الاستثماري. تمام. انت عشان تحط فلوس، تستثمر فلوس في موضوع انك تبني مصنع عشان يطلع عربيات وبخط انتاج بعدد معين، انت لازم تبيع كميه معينه. ولازم السوق بتاعك يستحمل الكميه ديت. احنا سوقنا في مصر هو بيكبر كل سنه بنسبه كبيره، بس هو لسه برده مش السوق الضخم قوي، هو لسه سوق صغير. هو تقريبا السنه فاتت كان 280,000 عربيه باعوا في السنه، فده نسبه مش كبيره قوي يعني. اكيد. والشق الثالث هو شق سياسي شويه، انك انت لازم عشان لو هتعمل بقى حاجه وعايز تدخل في الصناعه ديت من اكبر 3 صناعات في العالم، انت لازم تاخد اراده سياسيه انك مثلا تدعيم للمشروع، مساعده رجال الاعمال اللي هيدخلوا في مشروع. فهي يبقى ناخد الموضوع بشكل جدي. انا اصلا عندنا تبني لمشروعات كثيره قوميه، ماذا يمنع ان يكون هناك تبني لسياره مصريه؟ هو المشكله ان يعني احنا احتكينا شويه بالمجال الفتره اللي فاتت، في رجال اعمال كتير قوي بيهمها المكسب السريع. احنا لو بنتكلم ان احنا عشان نعمل عربيه ونكسب منها مش اقل من 10-15 سنه، ان العربيه قبل ما تثبت وجودها في مصر بعد كده ان انت لو هتصدرها بره. والله انا يعني متهيألي لو عربيه اقتصاديه، يعني انت شفت العربيات الصيني لما نزلت يا احمد اتاخدت على طول، يعني بالعكس لو عربيه
يعني امنه وعربيه معقوله للعيله المصريه البسيطه، متهيالي هتلاقي اقبال كبير. الفكره برضو ان انا عشان اعمل مراكز بحثيه، ان انا عشان اخدم العربيه دي واعمل لها مصانع وابتدي اعمل لها شبكه الانتاج بتاعتها كامله، هبيع كام عربيه في الاخر في مصر؟ انا بشوف ان رجال الاعمال يا ساره بيستسهلوا، يقول لك انا اللي خليني اعمل عربيه مصريه فروم اي تو زي ولسه ما اعرفش هيطلع شكلها ايه وهتحقق نجاح ولا لا، يقول لك طب انا هاخد توكيل عربيه من بره صيني برقم قليل مش كده، ويبدا ينزل عربيات، ولما تبدا تبيع بتبدا تسدي وعلى دفعات، يعني هو بالنسبه له عمليه استثماريا فيها مجازفه والثانيه مضمونه مليون المية، والسوق المصري بيستوعب اي عربيه جايه من الخارج طالما سعرها رخيص والاوبشنز عالي. هي مش مجازفه كبيره قوي برضو، من وجهه نظر هو المكسب متاخر شويه، اسرع المكسب اسرع في العربيه اللي جايه من بره. اكيد اكيد يعني. انا ما اعرفش انتوا سمعتوا عن برضو طلبه جامعه اللي عملوا اول سياره مصريه، يعني ما عملوش عربيه هي كانت بروتوتايب ودخلوا بيها، سمعت الموضوع ده؟ انهي جامعه بالظبط؟ بتوع جامعه المنصوره او طنطا؟ اه تقريبا. هم عملوا بادي فايبر على تشاسيس كامل. ايوه بس هم طبعا اشتغلوا بادي وركس حلو، يعني عملوا فايبر كويس. انا شفت العربيات، هو كان اكتر من عربيه وكان حقيقه اربع او خمس فنون جميله تقريبا. فنون جميله هي اللي احنا بنتكلم عليها، كليه فنون جميله، وكانوا عربيات جميله جدا. انت شفتها ازاي؟ يعني حسيت ان ده ممكن يحصل فعلا على ارض الواقع لمصر، ولا لسه محتاجين كتير قوي عشان ده يحصل؟ هم عملوا اللي عليهم. طبعا كطلب نفسه كبادي عشان ابتدي ان انا انزل السوق لازم اعمل له اختبارات كتير قوي لمعالجه الهواء. الحمد لله ما عندناش اي حاجه في مصر. يعني هو التحدي بالنسبه لنا في في في, في فلوس طبعا وفي معامل ورش، يعني احنا كنا فرق بيننا وبين الجامعات اللي بره مهول في الورش، الناس معاها ورشه متنقله في في في, في, في مقطوره، واحنا جالنا صندوق عده في انجلترا من حد نعرفه، هم عندهم مكان في الـ في الـ يعني عندهم عدد ومكان في العربيه دي مش موجود عندنا في مصر اصلا. تمام. انا هم بيتنقلوا كده ماشي بمصنع. انا عاوز اقول لحضراتكم يعني وجود الحلم وكون الفكره بتراودنا ده شيء كويس، كون شباب من جامعه المنصوره او شباب من جامعه حلوان يحاولوا، ناس بتخرج ببادي للعربيه وبشكل مختلف وتصميم مصري 100%، ناس ثانيه بتدخل في مجال اخر خاص بتصنيع سيارات السباق في محاوله انها تشارك وتساهم وتتفاعل مع مسابقه عالميه حول انها يحط اسم مصر عالميا في مجال صناعه سباق مصرية 100%، ده إنجاز. أكيد. ولكن كون إن هناك رجال أعمال يتفاعلوا مع هذه المشروعات، هناك فكر حكومي إن يكون في مشروع قومي اسمه أول سيارة مصرية 100% بيدعم هذا الاتجاه، ده موضوع تاني. فمن إحنا بنتمنى ده أكيد، وروح الفريق إحنا أثبتناها. هم كان عددكم قد إيه؟ 25 26 إحنا شوفوا عددنا كان قد إيه، وعدد المصريين في الميدان دايما بيحققوا إنجازاتهم لو حطوا الموضوع في دماغهم. بشكركم جدا على وجودكم معنا، وبتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التوفيق، ونستضيفكم بقى لما تحققوا حلمكم إن شاء الله. يا مسهل. نشكرك يا معتز، ونشكرك يا أحمد، نورتونا وشرفتونا، ويا رب كل النجاح في المشروع اللي شغالين عليه. مشاهدينا هنطلع معاكم لتقرير عن بنك الأفكار، نرجع نكمل فقراتنا النهارده. يا سارة يسعد صباحك. يسعد صباحك.